وثقتكم بالله. على طريق الحرية نحو فلسطين تسير هذه الحشود حاملة حلم التحرير. 3000 شاب انضموا لمخيمات المجد التي نظمتها وحدة التعبئة في سرايا القدس، يتخرج اليوم بعد تلقيهم تدريبات عسكرية وأمنية، فضلا عن محاضرات تثقيفية توعوية في 5 مخيمات على مستوى القطاع. هذا المخيم مارسنا جميع البرامج الفكرية والتعبوية ومنها العسكرية، وكان الهدف الأبرز هو تعزيز العقيدة القتالية لديهم وتعميق فكر المقاومة. سنبقى في أرضنا، سنبقى نجاهد عقيدة تربينا عليها في وحدة التعبئة. فلسطين أرض وقف إسلامي، لا توزع ولا تقسم. على أرض مخيم ملكة أدى المتخرجون عروض الصاعقة واللياقة والقوة البدنية بحضور واسع من فصائل المقاومة، التي أكدت أن مسيرة الإعداد والتجهيز متواصلة لمواجهة مشاريع التصفية بحق القضية الفلسطينية. ردا على مؤتمر البحرين وعلى المهرولين للتطبيع والتسم على العدو، على من يتاجر بفلسطين، أن هذا الجيل جيل الحرية والإعداد والتحرير قادم لكي يستعيد حقه في القدس والأقصى. هذا هو جيل العودة إلى فلسطين وليس جيل البيع والسمسرة. هذا الجيل الذي نخرجه اليوم حماية لقضيتنا وحماية للأمة هو رسالة لكل العالم أن فلسطين تعتز بأبنائها وشبابها ورجالها، أن هذا الجيل لا ينسى فلسطين. تعزيز وعي الأجيال الناشئة بفلسطين وقضيتها هدف أسمى لمخيمات المجد بحسب وحدة التعبئة التي تؤكد جاهزية أعداد كبيرة من الشبان للانخراط ضمن صفوف المقاتلين في السرايا. تمضي فصائل المقاومة في مسيرة الإعداد والتجهز لأي عدوان، متسلحة بإرادة وعزم الأجيال المتعاقبة التي ورثت حب الأرض والتمسك بالقضية، لخوض معركة تقول سرايا القدس إنهم سيكونون فيها مش على التحرير. أحمد غانم، غزة، الميادين.